كشف سعادة السيد علي عبد الله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب عن توافق اللجنة الفنية الفرعية من اللجنة المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية على احتساب دخل رب الأسرة كمعيار توافقي لاستحقاق الدعم، ذلك ضمن 10 مبادئ تم الاتفاق عليها كليا بين السلطتين، من أبرزها تعريف الدعم الحكومي وتحديد الحد الأدنى للدخل لتوفير الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين على أن يتم مراجعته وتقييمه بشكل دوري، وتحديد حد أعلى لدخل المواطن الفرد الأسرة بحسب الأحوال للاستحقاق الدعم الحكومي، وإعادة النظر في توزيع الحصص المقرر لذوي الإعاقة بحسب نوع وشدة الإعاقة، وتطوير شبكة ربط إلكتروني بين الأنظمة الإلكترونية المخصصة بالدعم أو المختصة بالدعم الحكومي. يشمل ذلك على بناء قاعدة بيانات متكاملة بالمستفيدين من هذه الخدمات لتساعد على معرفة إجمالية الدعم الذي تستلمه الأسرة الواحدة أو الأفراد. على أن تبدأ الحكومة بتقديم تصورها المبدئي لآلية تطبيق الدعم، وذلك لمناقشة خلال الاجتماع القادم بما يشمل تحديد المستحقين والمبالغ المستحقة وباقي الأمور الفنية. من جانبه أوضح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن علي حميدان أن ما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية من خلال اللجنة الفنية المشتركة سيتم رفعها من قبل الجانب الحكومي إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن علي الخليفة في الاجتماع المقبل للجنة.